2020 كانت كاملة غير دوزنا صراحة غير في حجر صحي غير في الدار. يعني كانت واحد المرحلة اللي صعيبة بزاف انك تبقى جالس في الدار وما تقدرش تدير بزاف ديال الحوايج، واخا كانت تجربة زوينة صراحة انك تنعزل. صراحة العزلة عندها واحد الدور كبير، يعني وراتك بزاف ديال الحوايج على الذات ديالك، ورات كيفاش كتفكر، وراتك شنو باغي دير. يعني فهمتي داك الوقت كامل تقريبا ديك 6 شهور ولا 7 شهور كامله كنتي كتفكر فيها شنو غادي دير، شنو درتي، حياتك اللي دازت وحياتك اللي غادي تدوز ان شاء الله من بعد. صراحه كانت تجربه زوينه واخا كان صعيب واخا هكاك. ودابا ملي تحيد الحجر الصحي صراحه حسينا بالحياه. 2020 دازت شويه قاصحه بسبب هذا الوباء، ولكن ماشي كامله، يعني كان شي حوايج زوينين. وكنتمنوا يعني في 2021 يدخل علينا ب وانني تخرجت شديت لا ليسونس تاعي ودخلت الماستر. هذا زوينه، يعني هذا شيء ايجابي بالنسبه للحياه تاعي. وكنتمنى تحيد الوباء، تحيد الوباء ونرجع للحياه الطبيعيه تاعنا. تكون سنه مزيانه الحمد لله، تكون سنه مزيانه ماشي بحال كي دوزناها. السلام عليكم. 2020 ساعه دازت فيها كورونا، هادشي اللي كان فيها خايب، وكما قال الدري داز قبل مني دازت فيها حوايج زوينين بالنسبه لتقبلنا في هذا العام في الماستر انا وياه نفس الماستر. يعني الحمد لله الماستر السنه في هادشي اللي داز ديال كورونا، وان شاء الله 2021 يمشي في هذا الوباء هذا، ونتمنى الصحه والعافيه لجميع المسلمين والمسلمات، يكون احسن، نتمنى تكون احسن من 2020، يمشي هذا الوباء كورونا ان شاء الله. الصراحه 2020 دوزناها ماشي كامله، ما نقولوش كامله مزيانه، ولكن فيها بزاف ديال السلبيات منهم الوباء. وبعدا كندعيو الله ينزل علينا يحيد علينا هذا الوباء، وكنتمنى ينزل الشفاء. وان شاء الله كنتمنوا 2021 تكون سنه مميزة، كنتمنوا ان شاء الله تحيد بعدا علينا هذا الوباء هذا، ونتمنوا النجاح لجميع الطلبة والتلاميذ. السلام عليكم. 2020 غير كلي ساكن نيح تلاقي استمضون تا كورونا مريض نقيس العدد ميد نحا حل العالم كلوت ميد نقيس مدنا تنار حمر ربي غفراسن. او نيكي 2020 زريحت بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد، وخط الله تمضونتات، ولكن الحمد لله على كل حال ارنت منا قيحت حيت تمضونتات ان شاء الله يعفو، وحتى هو اللي مريض لينا فلاس نعفو ربي، ولا هو اللي موت لينا تنير حمر ربي. نيكي شخصيا زريح 2020 واخا قيس الحجر الصحي زريحت بخير وعلى خير. نيكي الحجر الصحي صراحة خدم حقيس لذري التوريق الجماعة، خدم حقيس الحمد لله اللهم لك الحمد، وريخ الصال خير الحمد لله اللهم لك الحمد. أرنتمنى 2021 هذا اللي ذيك اللي قدام إن شاء الله أتحيت ماضون طاد إن شاء الله، يا واحد ربي الخير إن شاء الله. ايوا غير كذا تكا نقول لك استاذ، بالنسبه ل 2020 راه دازت على صعيبه كل شيء، راه كاع المغرب ولا العالم كله كيعاني على بالنسبه لهاد كورونا هادي. نورمالمون هي كيقولوا اقتصاديه ولا داك الشيء، ولكن الشعب هو اللي مضرر من هادشي كامل، من ناحيه حنا في المغرب، حنا هنا في المغرب داروا علينا داك الحجر الصحي ما خدامش لينا ديال بصح، حيتاش الطبقه الوسطى هي اللي واكله الدق ديال بصح من هادشي كامل. زينو كلشي كيعاني، وكنتمناو من الله 2021 تكون جايه مزيانه. لا هو 2020 انسى من ناحيه التعليم، ما كاين لا تعليم لا والو، ما نكذبش عليك، حنا ما قريناش الشمعه استاذ، هو كاين معنا استاذ معنا هو شنو نقول لك، الاستاذ معاك في الكلاس وما قريتيش، بقى تقرا عن بعد، اش تقرا على باش ما جيتش بغيت نوصل ليه. هادشي اللي كاين اخويا، ما كاين لا قرايه لا والو هاد العام هذا، بحال قلتي سنه بيضاء، وراه كلشي عارف، راه كلشي عارف بان راه ما كاين لا قرايه لا والو هاد العام هذا. ونتسناو العام الجاي الا كان شي حل ان شاء الله. 2021 كنتمنى تدخل بخير وعلى خير. وبالنسبه لهاد اللقاح اللي كانوا كيدووا عليه غيجيب المزيان، راه مزيان سينو كما كيقولوا هذيك الهضره ديال كيعكر كذا وكذا وكذا وكذا، المهم حنا غنتسناو المفاجاه وصافي، ما عندناش شي فكره اللي صحيحه وصافي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة لهذا العام هذا 2020 داز علينا شوية الضغط، الضغط صراحة مع أنت كما تشوف تقريبا في هذا الكونفينمون ديال الكونفينمون اللي دازت علينا في شهر 3 تقريبا بزاف ديال الضغوطات. بالنسبة نهضر لك شوية أنا على الحياة الجمعوية بصفتي أنني فاعل جمعوي، بزاف ديال الأنشطة في هذه الظرفية هذه، مع كما تعرف أكادير حاليا راه فيغمي
كما قلت لك الجمعيه ديالنا في هذه الظروف هذه بزاف ضغط علينا الاطفال، ما دور الاحياء كامله مسدودين. اش غنقول لك، الله يرفع علينا هذا الوباء وصافي ان شاء الله. نتمنوا خير ان شاء الله من هنا 2021، ونتمنوا هذا العام يدخل علينا باحسن الظروف ان شاء الله يا رب. والسلام عليكم. السلام عليكم. نقول لكم أهم لحظات اللي دوز في 2020 اخويا، معظم الاوقات ديالها في الدار مع الكونفينمون والحجر التنقل. ايوا كنقولوا هذا 2020 ان شاء الله ترفع لينا الوباء والناس تقوم بالتدابير الصحيه الواجب عليها، والناس يلبسوا الكمامات ديالهم، وكنقولوا الله يحد من هذا الوباء والله يرفع علينا هذا الوباء ويتشافي الناس اللي مرات. والناس كنطلب منهم يديروا الوقايه ديالهم، يعقموا الكمامات ديالهم، ايوا الله يرفع علينا هذا الوباء. 2020 سنه دازت علينا كما عرفنا باللي في الاول كانت عاديه، في شهر 3 جات عندنا واحد دخل علينا واحد الوباء اللي بدل لنا الحياه ديالنا، وكنتمنوا ان شاء الله يرفع علينا الله هذا الوباء ونكملوا حياتنا في 2021 عاديه كما العاده. ونتمنى من الناس ياخذوا التدابير الصحيه اللي كتقوم بها الوزاره ووزاره الصحه، تتقول لهم باللي الكمامات والتباعد ان شاء الله، باش نكملوا علينا هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا الصحيه العاديه والحياه ديالنا كما ديما. وشكرا. نتمنى 2021 تكون عندنا سنه يطرف علينا بعدا غير الوباء ان شاء الله، وديك الساعه نكملوها كما جات. هذه هي اهم حاجه. اهم اللحظات اللي دوزت في 2020 واخا راه كانت كورونا وكان بزاف ديال السلبيه حدانا، اني تلقيت العائله ديالي والاصدقاء ديالي حدايا، وكنتمنى 2021 تكون احسن من هذا العام ان شاء الله على المغرب وعلينا كاملين. شكرا.